العرب بشكله شي 20% من المجتمع العام، ولكن شي 30% من مرضى السكري. كيف بالله؟ ورجيناهم ها؟ بدهم كنافتنا؟ نتمسك بها. التكلفة السنوية لعلاج الأمراض اللي بيسببها الوزن الزائد، يعني السكري مثلا، هي 20 مليار شيكل. بس لو الحكومة تستثمر بس 350 مليون شيكل مثل ما جابت منظمات الغذاء عم بتطالب، ممكن تكافح زيادة الوزن والأمراض الناتجة عن النقص في الأمن الغذائي وتقلص تكلفة العلاج الحكومي لمرضى السكري كمان العرب. على فكرة يوم انتخابات واحد بكلف 1.5 مليار شيكل. 350 مليون شيكل من ميزانية الدولة رح يضمنوا الأمن الغذائي للأسر المحتاجة بإسرائيل. المرشحات والمرشحون للكنيست اوعدوا ووقفوا.